قالت منظمة الصحة العالمية إنه برغم قيود كبيرة من قبل إسرائيل إلا أنها تواصل الجهود الحثيثة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وشددت المنظمة على أن هناك حاجة ملحة إلى المزيد من الإغاثة بشكل عاجل، مضيفة أنه تم توثيق 464 هجوماً على منشآت الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.